أنا اسمي رانيا السادات محمد عبد الرحمن، مرشحة على الدائرة الثالثة الظهور والمناخ والغرب في محافظة بورسعيد. تعتبر إنها أصعب الدوائر الموجودة. أنا عندي 34 سنة، الحالة الاجتماعية آنسة، بكالوريوس خدمة اجتماعية 2002 ومعهد إعداد دعاة الخطابة 2010، وتقريبا 7 سنين دراسات حرة في مجال الإعلام. اشتغلت في مجال الإعلام تقريبا من 14 عام، ولكن كانت البداية الحقيقية مع ثورة 25 يناير والثورة الإلكترونية، يعني مع بداية انطلاق المواقع الإلكترونية بدأت إن أنا أشتغل عليها، ومن هنا كانت نقطة التحول في فكرة إن أنا يبقى صحفية لا سق لها في محافظة بورسعيد. والمرحلة الأكبر كانت مع تداعيات أحداث الإستاد، والأكبر كمان منها كانت مع تداعيات أحداث سجن بورسعيد. فبدأت الناس تصنف الصحفي اللي المفروض بيقدم رسالة، الصحفي اللي بيتمهن المهنة. أنا كنت في الفترة دي مع الشارع بشكل كبير، فأصبحت بالنسبة لهم يعني صحفية المواطن. لما وقفنا في الأحداث دي مع الناس ومع الشارع ومع المواطن البورسعيدي ومع الظلم اللي هو على محافظة بورسعيد، بدأت الناس يبقى فيه جدار من ثقة بيتبنى بيننا وبينهم، وبدأت يعني نية الترشح تبدأ من المواطن، انزلي واحنا معاكي. أنا كنت رافضة، لكن لحين ما وصلت لفكرة ان انا صحفية بتعرض مشكلة مفيش اي مسؤول بيساعدها في الحل، بدأت ان انا افكر في ان انا اكون قناة شرعية للحل. نية الترشح نفسها جت منين؟ نية الترشح جت من الشارع ومن المواطن. هما اقتنعوا ان رانيا او في جدار زي ما قلت لك كده اتبنى من ثقة بيني وبينهم من احداث السجن. بعد كده لقيت الامور بتتطور بعد الاحداث في قضايا خاصة بعيدا عن الاحداث، يعني ممكن تكون قضايا فساد الاقي الناس مثلا متفاعله معايا بشكل ايجابي جدا، الموضوع ده ما يروحش الا لرانيا السادات. يعني عندنا مشكلات جماعيه ومشكلات فئويه، مشكلات نسائيه، مشكلات عماليه، الجماعات الفئويه دي كلها بتشكل كتله. بقى عندي مسؤوليه ان انا لا، ما دام انت واثق فيا كمواطن انا لازم احل لك، مع ان الصحفي دوره عرض مشكله ويقف عنده فقط. وتخصصت 2 سنين كاملين في قضايا المواطن والشارع، ازاي اكون من اداه لعرض المشكله لقناه شرعيه للحل، من غير ما اقعد نتسلل على اللي باب مسؤول، من غير ما نقعد نهاجمه، من غير ما نقعد نتفق معاه حل وننشر ان انت حليت. بدات ان انا اشكل ادوات ضغط على المسؤولين باكتر من وسيله، ولكن للاسف كنا بننجح ان احنا نتجمع، ولكن ما كناش بنقدر ننجح ان احنا نضغط، لان احنا في النهايه مش قناه شرعيه. هي صغيره، هي المفروض كانت تخوض انتخابات المجالس المحليه، هي انثى ازاي تتحدى الرجال نازله على دايره يعني 39 رجل وامراه وسيده. فبالنسبه لي ان انا بتحدى كمان مال سياسي في شخص رجال اعمال، في شخص تجار، في شخص ناس انا اعتبر على المستوى الدعم المادي مش على القدره بتاعي. حتى لو انا الحمد لله من اسره ميسوره، ولكن احنا ضد فكره الدعايه للتباهي. هجمت بفكره ان ممكن حد يطلع فكره ان هو يتكلم على يعني يخوض شويه في السمعه، يخوض شويه في الفكره دي، وناس كتير حذرتني من ده من قبل، لكن انا تصديت لي بقوه لان انا صحفيه. استخرت الله وقررت ان انا انزل، وربنا المعين، ويا رب يكون الشارع نكون احنا محل ثقته، وهو كمان يكون محل ثقتنا ويقف معانا، وانا نازله في دايره اكبر كتله تصويتيه فيها للمراه، واعتقد ان صوت المراه هيكون للمراه ان شاء الله.